الكوبرا المصرية، أخطر أنواع الأفاعي السامة في العالم وأكبر أنواع الكوبرا في إفريقيا. لدغة واحدة منها ممكن تقتل فيل أو 20 شخص في خلال 3 ساعات. طولها يصل لمتر وستين سنتي إلى 2 متر و30. ليها راس كبيرة مضغوطة وعينين واسعة مستديرة وجسم اسطواني الشكل. رغم إن البعض بيسميها الكوبرا السوداء إلا إن في منها ألوان متعددة، وغالبا بيبقى ليها علامة تحت عينيها اسمها مسيل الدموع. لون بطنها ممكن يكون أبيض أو أصفر أو رمادي مزرق أو بني داكن أو أسود. بتعيش في دول شمال إفريقيا وبتفضل الأماكن الجافة والرطبة، ولأنها كائن زاحف فهي مرتبطة بالأرض بصفة دايمة. رغم أنها تميل للنشاط نهارا في الأسر إلا أنها في البرية تميل للنشاط الليلي. بتعيش في جحور الحيوانات المهجورة وفي الشقوق وبين الصخور. أحيانا بتهاجم مساكن البشر أو المزارع علشان تصطاد الدواجن، ولما بتحس باقتراب البشر بتهرب بسرعة، لكن لو قربهم حسسها بخطر بتقف وتواجههم بوقفة مرعبة جدا. الكوبرا هي النوع الوحيد من الأفاعي المعروف ببناء أعشاش فعلية لبيضها، والأمهات بتحمي الأعشاش دي بشراسة. بتتغذى الكوبرا المصرية على الطيور والضفادع والثدييات الصغيرة والزواحف، وممكن تاكل التعابين الصغيرة والأضعف منها. الكوبرا عندها سم مركب، في نوعين من السم، سم عصبي وسم خلايا، يعني تركيبة سموم خطيرة. الأول بيضرب الجهاز العصبي وبيمنع الإشارات العصبية وبيعمل شلل يوصل للرئة والقلب، وسبب الوفاة بيكون الاختناق مع توقف القلب تدريجيا. بيسبق ده صداع ودوخة وحمى وتورم بسبب سم الخلايا اللي بيضرب الخلايا المناعية. السم ده لازم يوصل للدم علشان يكون له تأثير، يعني لازم الكوبرا تغرس أنيابها علشان تحقن الضحية بالسم. متوسط كمية السم في اللدغة الواحدة من 175 ل 300 ميلي جرام. السم لو لمس العين ممكن يجيب عمى لأنه بيدمر الشعيرات الدموية في العين. في لقاء مع دكتور نبيل عبد المقصود أستاذ علاج السموم بطب القاهرة، وجه بعض النصايح اللي تتعمل في حالة التعرض للعض من الكوبرا. قال ما نحطش تلج على مكان الإصابة، وممنوع نحط كحول، وممنوع ربط المكان أعلى مكان اللدغة، ونغسل مكان العضة بالمية والصابون كويس، ونتوجه بسرعة جدا لأقرب مستشفى لتلقي العلاج، وبنأكد على السرعة لأن عامل الوقت مهم جدا. الكوبرا بتختفي من منتصف شهر 11 لشهر 4 لأن بتدخل في بيات شتوي، ومش بتكتر بصورة مرعبة إلا إذا اتهدمت أوكارها وحصل لها قلق من البشر. وعلى الرغم أن الكوبرا بتسبب انطباع سيء في النفوس بسبب خطورتها، إلا أن المصريين القدماء قدسوها وجعلوها رمز للسيادة ورفعوها لمصاف الآلهة، والنقوش والصور في معبد حتشبسوت في الأقصر تشهد على ده من عهد الأسرة الـ18، واللي ظهر فيها نوعين من الصور. الأولى تظهر قرص الشمس مع الكوبرا ورأسها تعبر من خلال علامة عنخ وهو مفتاح الحياة، والتانية بتتقدم فيها على صقر حورس اللي لابس التاج الملكي المزدوج. التاج المزدوج أكبر دليل على إن الكوبرا المصرية كانت رمز للنفوذ والسيادة في العصور الفرعونية، فبعد توحيد مصر تم إضافة الكوبرا المصرية إلى جانب طائر الرخمة المصرية، وكانت الكوبرا ترمز للآلهة واجيت وهي راعية وحاميات مصر السفلى أو حارسة الجنوب. بعض المؤرخين قالوا إن كليوباترا السبعة ملكة مصر لما سمعت خبر موت حبيبها ماركوس أنطونيوس في معركة أكتيوم البحرية عام 30 قبل الميلاد، جالها حالة يأس وانتحرت مستعينة بالكوبرا المصرية اللي لدغتها لدغة قضت عليها وأنهت أحلام أوكتافيوس قيصر اللي كان يأمل إن ملكة مصر تمشي في موكب نصرته في روما، لكن بمساعدة الكوبرا المصرية ما لقاش غير جثتها. الكوبرا المصرية كائن قوي وخطير قدسه القدماء المصريين، منتشر في أماكن كتيرة في مصر. ما تحاولش تحسسه بخطر لأنه ما بيهزرش. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، اشترك في القناة لو انت من المهتمين بالحياة البرية في مصر.